بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، صلوا على الرسول. النهاردة هنتكلم عن يعني جمال حجرات النبي صلى الله عليه وسلم. كنت وعدتكم قبل كده وقلت لكم تعالوا ما نتخيل هو النبي عليه السلام كان جوه بيته بيعمل ايه وبيتصرف ازاي مع زوجاته. تعالوا ما نشوف النهاردة النبي الزوج ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كزوج محب قدوة طبعا لينا، ايه اللي كان بيعمله مع زوجاته. عددوا معايا بقى في موضوع الاكل والشرب. كان يأكل ويشرب من مكان موضع السيدة عائشة. كانت السيدة عائشة بتقول كنت أشرب فأناول النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيه. جميل قوي. هو هنا قال لها أنا بحبك، وهنا قال لها أنا ما أقدرش أستغنى عن، هنا قال لها كلام هو عمل بحبك. إيه بحبك؟ حط فعل، جاب الكوباية وحط وشرب مطرحها. قال له بالكم. تاني حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام عمل لعائشة حاجة جميلة جدا جدا، والأمور اللي خاصة بالمشاعر داخل البيت بتحبها النساء جدا. شوفوا بقى النبي الزوج. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ، سيدة عائشة اللي بتقول كان يتكئ في حجري، يا بختها وأنا حائض. مش كانوا بقى أيام الجاهلية لا ده حائض لا تؤكل ولا تشرب ويتبعد عنها معرفش إيه، لا لا لا، ده كان يتكئ في حجرها وهي حائض. كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل حاجة جميلة جدا جدا، والحاجات دي تعرفها الزوجات، تحب التفاصيل والتكات بتاعت زوجها. قول السيدة عائشة بتقول كان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل علي رأسه، طبعا ما هو المسجد اهو، وبعدين حجر السيدة عائشة، حجر السيدة حفصة، حجر السيدة خديجة، وهكذا. فكان الحجرات، فكان يجي في حجر السيدة عائشة ويدخل رأسه عليه الصلاة والسلام فوق رجلها، فكانت تسرح رأس النبي وشعر النبي عليه الصلاة والسلام، والتفصيلة دي تحبها النساء. من ضمن الحاجات كمان وعددوا معايا التنزه. كان بيمشي يخرج معاه بالليل، تقول له خرجني بقالك شهر وسنه ما خرجتنيش، بقالك 20 سنه ما خرجتش، خرجني. كان النبي عليه الصلاه والسلام بيعمل ايه؟ كان بيمشي بالليل مع السيده عائشه، والحديث هي رواته السيده عائشه. كان بيعمل ايه كمان؟ كان بيضحك على كلامها. لما يقول لك الراجل ده لا بيتكلم، انا اتجوزت ابو الهيل يا دكتوره هيل، انا زوجي راجل ما بيتكلمش ولا بينطق وحاجه صامته كده، لا انت عارفه له زعلان ولا فرحان. كان بيضحك من نكات وفكات السيده عائشه. وكان الرسول عليه السلام لما يعمل امر زي دوت، انتوا عارفين كان ايه؟ كان لا، طب خلينا احنا قلنا هو كان بيضحك اهو، خلينا اقول لكم المردود بتاع ده. المردود ده في قلب الزوجه، لسه انا مقدره عند زوجي، انا لسه زوجي إيه، انا وضع تقدير، مش بس تقدير، وضع بيضحك لكلامي، مش طالع هيافه بقى، وايه اللي انت عارفه انت بتقولي ايه؟ لا غلط. فكان الضحك على نكتها، وده حديث السيده عائشه. قلت يا رسول الله ارايت لو نزلت واديا وفيه شجر اكل منها، في شجر متاكل منه، وبعدين وجدت شجر مش متاكل منه، ايهما كنت ترتع ببعيرك؟ كنت تروح حط فين؟ قال لها اللي ما رتعش فيه حد واللي ما اتاكلش طبعا. تعني ايه؟ ان هو تزوجهم كلهم مش بكر، وهي الوحيده اللي كانت بكر. فضحك النبي عليه الصلاه والسلام، فهم هي تقصد ايه. شكل الحجرات في حجرات النبي وفعل النبي في الحجرات كان بيساعدها في اعباء المنزل. السيدة عائشه لما سئلت ماذا كان يصنع في بيتي؟ كان بيقعد عندكم جوه بيعمل ايه؟ قال والله كانت في مهنه اهلي، وبرده حديث صحيح. بس كده لا، ده كان بيهدي الهدايا لصاحبات زوجته حتى بعد ما ماتت، حتى بعد ما ماتت السيدة خديجة. وكان لما يذبح الشاة يقولوا أرسلوا بها الأصدقاء خديجة، يعني هو وافي ليها وبيبرها وبيفرحها في حياتها، لا في حياتها وفي مماتها عليه الصلاة والسلام. صلوا عليه، أنا عايزة الحلقة دي كلها تصلوا عليه. إيه كمان؟ كان بيمتدحها، كان يقول كده، والزوجة تحب جدا الامتنان، شكرا، مش عشان فيها رياء. الناس بتقول لك لا يعني وإحنا منتظرين، ما أنتوا كده بترأي، لا والله، ولكن شعور الامتنان حتى في حد ذاته. شكرا. فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، هذا صحيح، وده شيء طيب. لما تعوز تكسب قلب زوجتك يا عم امدحها، شكرا، كتر خير، تسلم ايدك يا ست الكل، والله هو احنا ده ربنا كرمني بيكي، ده الحمد لله على نعمة فلانة او علان، وهكذا. كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفرح لما تجيب صاحبتها، وكل يوم خرجالي معاهم، هو انت مش عارفة قاعدين في اخش تلاقي معرفش ايه، بس يبقى مثلا يوم في الاسبوع، يوم في الشهر، او حسب ما تتفقوا. النهج، عائشه كانت بتقول كانت تاتيني صواحبي، الناس صحباتي الصغيرين دول، فلما يجي النبي عليه كنا ينقمعن، يعني يقعدوا فتره كده، ولما يجي النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يتغيبوا كده من النبي عليه الصلاه والسلام. فكان يصر بالله، اول ما يجي كان بيفرح بيهم.
وكان لما يغيبوا عنها يروح يرسلهم تعالوا تعالوا علشان تلعبوا معاه. بس كده لا تعالى ما اقول لكم حجره النبي كان فيها ايه، كان فيها حب بس كده، وكان يعلن عن الحب داخل الحجره وخارج الحجره. قول النبي صلى الله عليه وسلم عن خديجه: اني رزقت حبها. سيدنا عمرو بن عاص لما سال: من احب الناس اليك يا رسول الله؟ قال عائشه. قال: اقصد من الرجال يا رسول الله. قال: ابوها. يلا كانت شياته بابوها. كان ينظر الى المحاسن وتقول لك، وكان وصيته لاصحابه كده: لا يفرق مؤمن مؤمنه، ها ان كره منها خلق رضي منها باخر كده. بص على الخير، يقول لك بص على الكوبايه المليان. يا عم بلا كوبايه مليانه بلا فاضيه، بس شوف ايه النعم. ما هو ما فيش حد كامل، انت زي ما فيه هي نواقص انت كمان فيك نواقص. بص على الايجابيات وعززها، وعزز السلوك بمدحه بشكره، مش نقد نقد لوم كذا، لا ما عملش. هو ده احنا بنحكي الحجرات اهو. كمان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم للرجال في الحجرات، واحنا بنتكلم في اطار الاسره، بيقول النبي عليه الصلاه والسلام: اذا راى رجل امراه وقعت في نفسي ها ياتي اهله. ليه؟ ليرد ما في نفسه، خلاص عشان بس يطلع الامر اللي جواه. لقوله ايه: اذا ابصر احدكم امراه فلياتي اهله، فان ذلك يرد ما في نفسه. تحافظ على بيتك وتحافظ على غضك للبصر، وتحافظ ان دايما شايف زوجتك افضل واحده، تمام. ايه كمان؟ النبي عليه الصلاه والسلام عمره ما طلع خصوصيات البيت بره، عمره ما فشى سر. مش استنى يجي يقول: انا ما بشتكيش لاهلي والله، ده انا بقول لاهلها. طب ليه؟ ليه تطلع سرها وتطلع خصوصياتها؟ حديث النبي بيقول ان من اشر الناس عند الله منزله يوم القيامه الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه وبعدين ينشر سرها. اوعى تطلع سر زوجتك. لا ما انا بقول لا، عندك نيه في القولان الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح. لا خير بقى في اللي قبل كده، في كثير من يبقى انا ناوي اصلاح يبقى خير وبركه. كان بيعمل ايه كمان النبي عليه السلام؟ كان يقبل والله وهو صائم، يعني القبلة الحلال الخفيفة دي كان يقبل عليه الصلاة والسلام وهو صائم. القبل ما بين الزوج والزوجة حلال طبعا. كان ايه كمان؟ التطيب في كل حال، وكان حبب الي من دنياكم الطيب. حديث عائشة قالت: كأني انظر وبيض المسك، وبيص المسك اللي هو المسك اللي هو بيبقى سميك شوي، في مفرق شعر النبي صلى الله عليه وسلم. حلو جدا جدا. فكان بيحط العطر. احنا هنقعد نحكي كتير قوي. الهدايا كان بيجي، والست بقى تحب الهدايا مش قيمتها. هو جميل انك تجيب ذوي الاصفر والاحمر، ده شيء طيب وتحمد عليه. طب ما فيش كلمه ورقه والزوجه بترضى طالما هو مغذي مشاعرها، وطالما هو شابع الاحتياج المشاعري عندها. هو سيد راسه حطها فوق عينيها خلاص، وجوه عينيها وعلى راسها من فوق تاج. حجرات النبي عليه الصلاه والسلام كانت كده، يضحكوا ويهزروا، ونحكي قصه ان شاء الله في الحلقات الجايه على موضوع الهزار والضحك ده. كل الكلام ده تعبير عن المشاعر ذات نفسيه حتى، وياخد باله، وياخد باله من التكات. انا عارف امتى بتبقي راضيه، فاهم؟ بتقول لك والله ما انا ما عملت له، ما هو بيشوفش. انا عارف امتى راضيه وامتى مش راضيه. راضيه اما تقولي ورب محمد، ومش راضيه لما تقولي لا ورب ابراهيم. فاهم؟ مش عارف داخل واكل شارب نايم والبيت له قنده. ادعو الله سبحانه وتعالى ان احنا نسير على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، ونتاسى بيه في الحجرات، عشان نبقى فعلا حجرات نبويه نورانيه. القاكم في حلقه جديده ان شاء الله.